المنسة التربوية في طرطوس، المجمع التربوي في الشيخ بدر. نحن مجموعة من تلاميذ الصف الرابع، سنقدم لكم من مدرسة الشهيد سومر أحمد قمص الحلقة الأولى. سنقدم لكم درسا في العلوم عنوانه تكيف الكائنات مع بيئاتها، بإشراف المعلمة إلهام حبيب محمد وإشراف الموجه التربوي رامز العجي. من يذكر لنا بعض أسماء الحيوانات التي تعتقد أنها تعيش في الغابة؟ ديما. بعض الحيوانات التي تعيش في الغابة القردة. أحسنت. أذكر بعض أسماء الحيوانات التي تعتقد أنها تعيش في الصحراء. غزل. بعض الحيوانات التي تعيش في بيئة الصحراء الأفعى. أحسنت. بعض أسماء الحيوانات التي تعتقد أنها تعيش في الماء. رنيم. بعض الحيوانات التي تعيش في الغابة القردة. أحسنت. إذن ماذا نسمي المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويستمد منه جميع حاجاته؟ غزل. نسمي المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويستمد منه جميع حاجاته البيئة. أحسنت. إذن ما هو تعريف البيئة؟ ديما. البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويستمد منه جميع حاجاته. أحسنت. هل تستطيع الكائنات البحرية العيش في الصحراء؟ رنيم. كلا لا تستطيع، لأنها لا تستطيع التكيف مع بيئة الصحراء. أحسنت. إذن ما هو تعريف التكيف؟ ديما. التكيف هو قدرة الكائن الحي على التأقلم مع بيئته. ما اسم هذه البيئة؟ غزل. اسمها البيئة الصحراوية. أحسنت. ما الذي تفتقر إليه البيئة الصحراوية؟ رنيم. الشيء الذي تفتقر إليه البيئة الصحراوية هو الماء. أحسنت. ما اسم هذا النبات؟ ديما. اسمه نبات الصبار. أحسنت. كيف تبدو ساقه؟ رنيم. تبدو ساقه عصيرية لتختزن الماء بداخلها. أحسنت. لماذا تحولت أوراقه إلى أشواك؟ غزل. تحولت أوراقه إلى أشواك للتقليل من عملية النتح. أحسنت. لماذا جذوره شديدة التفرع؟ ديما. جذوره شديدة التفرع لامتصاص أكبر كمية من الماء. أحسنت. كيف تكيف نبات الصبار للعيش مع بيئته الصحراوية؟ تكيف نبات الصبار للعيش في البيئة الصحراوية، فأصبحت جذوره شديدة التفرع وساقه عصيرية لتختزن الماء بداخلها، وتحولت أوراقه إلى أشواك للتقليل من عملية النتح. اذكر حيوانا، اذكر نباتا آخرا تكيف للعيش في بيئة الصحراء. ديما. نبات آخر يعيش في بيئة الصحراء نبات البلان. أحسنت. ما اسم هذا الحيوان؟ رنيم. اسمه حيوان الجمل. أحسنت. في أي بيئة يعيش؟ غزل. يعيش في البيئة الصحراوية. أحسنت. كيف تكيف للعيش في بيئة الصحراء؟ غزل. تكيف الحيوان الجمل العيش في البيئة الصحراوية بأنه يمتلك شيء بوجود سنام على ظهره لتخزين الماء، ووبر كثيف يغطي كامل جسمه لحمايته من الحرارة نهارا ومن البرد ليلا، وحوافره العريضة لكي لا تغوص في رمال الصحراء. أحسنت. أذكر حيوانا آخر يعيش في بيئة الصحراء. رنيم. حيوان
وآخر يعيش في بيئة الصحراء العفعة. أحسنت. ما هي البيئة التي تحدثت عنها زميلتكم؟ هي بيئة الصحراء. بيئة صحراء. وتعريف التكيف؟ هو قدرة الكائن الحي على التأقلم مع بيئته. أحسنت. ما تعرف البيئة؟ البيئة هو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويستمد منه جميع حاجاته. أحسنت. إذا لماذا تحولت أوراق الصبار إلى أشواك؟ للتقليل من عمليات النتح. أحسنت. تالا، إذا ما هو تعريف التكيف؟ التكيف هو قدرة الكائن الحي على التأقلم مع بيئته. أحسنت. ديما، اذكري لنا اسم حيوان يعيش في الصحراء. حيوان الحرباء. أحسنت. حيوان الحرباء. الرفيقة الطليعية رنيم أحمد صقر. ما اسم هذا النبات؟ تالا. اسمه نبات الإيلوديا. أحسنت. في أي بيئة يعيش؟ ديما. يعيش في البيئة المائية. أحسنت. كيف تبدو أوراقه؟ غزل. تبدو أوراقه شريطية. أحسنت. جذوره صغيرة قليلة التفرع، لماذا؟ غزل. جذوره صغيرة وقليلة التفرع لأنه لا يبقى ثابت ولا يحتاج إلى كمية كبيرة من الماء. أحسنت. لماذا ساقه لينة ورفيعة؟ تالا. ساقه لينة ورفيعة كي لا تنكسر بحركة الماء. أحسنت. إذا كيف تكيف نبات الإيلوديا في العيش في البيئة المائية؟ تكيف نبات الإيلوديا للعيش في البيئة المائية أوراقه شريطية وساقه رفيعة ولينة كي لا تنكسر بحركة الماء وجذوره صغيرة قليلة التفرع. اذكر اسم نبات آخر يعيش في البيئة المائية. غزل. نبات آخر يعيش في البيئة المائية الزنبق المائي. أحسنت. أين تعيش الأسماك؟ في أي بيئة تعيش الأسماك؟ تالا. تعيش الأسماك في البيئة المائية. أحسنت. لماذا شكل جسمها أنسيابي؟ ديما. شكل جسمها انسيابي لتسهيل حركتها داخل الماء. أحسنت. كيف تتنفس الأسماك داخل الماء؟ تالا. تتكيف الأسماك داخل الماء بوجود غلاسم تساعدها على التنفس عن طريقها. أحسنت. إذا كيف تتكيف الأسماك في العيش في البيئة المائية؟ تكيفت الأسماك للعيش في بيئتها من خلال وجود غلاسم تقوم بعملية التنفس عن طريقها، بالإضافة إلى شكلها الانسيابي لتسهيل حركتها ضمن الماء. اذكر اسم حيوان آخر يعيش في البيئة المائية. غزال. حيوان آخر يعيش في البيئة المائية الحبار. أحسنت. ما هي اسم البيئة التي تحدثت عنها زميلتكم؟ ديما. البيئة المائية. البيئة المائية. ما هو الحيوان الذي تحدثت عنه؟ حيوان السمك. الأسماك. طيب، لماذا شكل السمك انسيابي؟ لتسهيل حركتها داخل الماء. لتسهيل حركتها داخل الماء. الرفيقة الطليعية غزل موسى محمد. ما اسم هذه الشجرة؟ رنيم. اسمها شجرة السرو. كيف تبدو أوراقها؟ ديما. تبدو أوراقها إبريات الشكل. هل هي دائمة الخضرة؟ تالا. نعم، دائمة الخضرة صيفا وشتاء لأنها متجددة دائما. أحسنت. دوما. أحسنت. كيف تبدو ساقها؟ ديما. تبدو ساقها قاسية وخشبية. أحسنت. لماذا جذورها عميقة ومتفرعة؟ تالا. جذورها عميقة ومتفرعة لامتصاص أكبر كمية من الماء. أحسنت. لماذا لا تأكلها الحيوانات؟
رنين؟ لا تأكلها الحيوانات لأنها تفرز مادة ذات رائحة غير محببة للحيوانات فلا تأكلها. أحسنتي. إذن كيف تكيف نبات السرو للعيش في بيئة الغابة؟ تكيف نبات السرو للعيش في بيئة الغابة بأن أوراقه إبرية الشكل ودائمة الخضرة صيفا شتاء لأنها متجددة دوما. ساقها خشبية وقاسية تنمو للأعلى سريعا للوصول إلى أشعة الشمس. جذورها عميقة ومتفرعة لامتصاص الماء المختزن في الأرض. تفرز مادة ذات رائحة غير محببة للحيوانات فلا تأكلها. اذكر بعض النباتات الأخرى التي تعيش في بيئة الغابة. تعال. بعض النباتات الأخرى التي تعيش في بيئة الغابة: السنديان والصنوبر. أحسنتي. ما اسم هذا الحيوان؟ رنين؟ اسمه الزرافة. على ماذا تتغذى؟ رنين؟ تتغذى على أوراق الأشجار وأغصانه. ما الذي يساعدها على ذلك؟ تالا؟ يساعدها على ذلك رقبتها الطويلة. أحسنت. في أي بيئة يكثر تواجدها ديما؟ يكثر تواجدها في بيئة الغابة. أحسنت. إذن كيف تكيفت الزرافة للعيش في بيئة الغابة؟ تكيفت الزرافة للعيش في بيئة الغابة برقبتها الطويلة ولسانها القوي الطويل حيث يبلغ طوله 40 سنتيمترا تقريبا. اذكر اسم حيوان آخر يعيش في بيئة الغابة. تالا. حيوان آخر يعيش في بيئة الغابة: القردة. أحسنت. إذن ما اسم البيئة التي تحدثت عنها زميلتكم؟ تالا. البيئة التي تحدثت عليها زميلتنا هي بيئة الغابة. بيئة الغابة. ما اسم الشجرة التي تحدثت عنها زميلتكم؟ الشجرة التي تحدثت عنها زميلتنا هي شجرة السرو. لماذا لا تحبها الحيوانات؟ لا تأكلها؟ لماذا؟ رنيم؟ لأنها تفرز مادة ذات رائحة غير محببة للحيوانات فلا تأكلها. الرفيقة الطليعية ديما باسم غانم. سأعرض لكم صورا لمجموعة من الكائنات من بيئات مختلفة. أريد منكم تصنيفها حسب بيئتها. في أي بيئة يعيش هذا الحيوان؟ تالا. إنه الدب يتواجد في بيئة الغابة. أحسنت. في أي بيئة يتواجد هذا الحيوان؟ رنيم. إنها البطة تعيش في البيئة المائية. أحسنت. في أي بيئة يتواجد هذا النبات؟ غزل. إنه الزنبق المائي يعيش في البيئة المائية. أحسنت. في أي بيئة يعيش هذا النبات؟ تالا. إنه البلان يتواجد في البيئة الصحراوية. أحسنت. في أي بيئة تعيش هذه الشجرة؟ رنيم. إنها شجرة النخيل تعيش في البيئة الصحراوية. أحسنت. والآن تابعوا معي هذا المقطع. والآن ماذا يوجد في كل بيئة؟ غزل. يوجد في كل بيئة نباتات وحيوانات متنوعة. أحسنت. بحسب ماذا يختلف تكيف النباتات والحيوانات؟ تالا. يختلف تكيف النباتات والحيوانات حسب اختلاف بيئاتها. أحسنت. شكرا أحبائي تلاميذ الصف الرابع.